إطلاق أول منصة للأمن السيبراني بالعراق. أطلق الأمن الوطني أول منصة متخصصة بالأمن السيبراني باسم أمان، تهدف إلى حماية البيانات والمعلومات من الهجمات الإلكترونية كجزء من الجهود لتعزيز الحماية الرقمية. تقوم المنصة بتأمين الروابط اللي يستخدمها المواطنين، خشية أن تكون الروابط تحمل ملفات خبيثة، بالإضافة إلى معرفة بيانات المواطنين هل هي مسربة أم لا، وحماية البلاد من الهجمات الإلكترونية المتزايدة، دعماً للتحول الرقمي بالمؤسسات وأيضاً تعزيز الثقة في البيئة الرقمية العراقية. تستند المنصة إلى تقنيات متقدمة لمراقبة الأنظمة وتحليل البيانات لرصد أي نشاط غير عادي أو محاولات اختراق. بالإضافة إلى ذلك، تقدم أمان خدمة تحديث دوري للمواطنين بشأن وضع بياناتهم مع إرشادات حول كيفية الحفاظ على سلامتهم الرقمية. هذا التطور يعكس التزام العراق بتطوير قدراته الرقمية وتعزيز ثقة الجمهور بالخدمات الإلكترونية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي ويضع البلاد على الطريق نحو التحول الرقمي الشامل. من المتوقع أن تساهم منصة أمان بزيادة وعي المواطنين حول ضرورة تبني ممارسات أمنية جيدة على الإنترنت، مما يقلل من مخاطر التعرض للهجمات ويزيد من مستوى الأمان في الفضاء الإلكتروني العراقي.